قال وكذلك نصرف الآيات. دائما يعني دائما هكذا آيات الله واضحة، براهينه ساطعة، أدلته على وحدانيته ظاهرة لكل أحد. كذلك هذه عادتي، هذه عادتي، يصرف الآيات، نوضح الآيات، نبين الآيات للناس. وكذلك نصرف الآيات، في كل مرة نصرف أي نوضحها ونبينها للناس وليقولوا درست. يعني هذا رد فعلهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي والحال أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، ما التقطوه لأجل هذا، لكن هذه العاقبة، هذه العاقبة. وهنا كذلك العاقبة هذه، يقول الله تبارك وكذلك نصرف الآيات، والعاقبة النتيجة يقولون درست وليقولوا درست. هذه العاقبة، هذه عقول أولئك القوم، هذا رد فعل أولئك القوم، هذا شكر أولئك القوم، كما قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لله تكذيبا. كذلك هنا نصرف لكم الآيات ثم بعد ذلك تقولون درست. ودرست فيها ثلاث قراءات، ليقولوا درست، ويقولوا دارست، ويقولوا درست. درست أي على قوم آخرين درسوك، إنما يقول إنما يعلمه بشر، أنت مدرسينك. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فقالوا درست، أنت دارس على غيرك، الحكي هذا اللي جبته كله هذا من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن غيرهم، درست. أو دارست قراءة ثانية، دارست قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها جبريل، دارست غيرك، أي جلست مع غيرك ودارسته في هذا الموضوع. أو درست، درست يقصدون الكلام اللي قاعد تقوله أنت، هذه الأشياء الأقوال درست، انمحت، مضت، خرقت، درست يعني انتهت وماتت وذهبت. وليقولوا درست، راحت ما نذكرها. فهذه ثلاث قراءات، درست، دارست، درست. نعم. قال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. هؤلاء الذين يعلمون هم المستفيدون من هذا الأمر، ولنبينه لقوم يعلمون، أي نبين هذا الدين، نقرر هذه الأمور لمن؟ لقوم يعلمون، أي يعلمون الحق فيتبعونه. أما الضلال وأمثالهم فأولئك شأنهم آخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.